طالما قاعد تحضر أنت هذا الفيديو، فأنت قاعد تبحث عن التفوق، فكمل الفيديو للنهاية حتى توصلك الفكرة. نفس الوقت أنه أكو فيديوهين سويتهن عن يعني دورن بنفس الموضوع، حتلقى الرابط فوق كمقترح. أحضرهن قبل أن تحضر هذا الفيديو أو بعد هذا الفيديو، فهو بالنهاية لازم تحضرهن ذنين ثلاثة حتى توصلك المفهوم اللي أنا أريده بشكل كامل. شوف الفيديو. مساء النور شباب وبنات وكل اللي قاعد يتابعوني، يا رب ان شاء الله كلكم بخير. راح نبلش الان نتحدث عن التفوق. تحدثت بالفيديوهين السابقين عن الذاكره، كيف اقوي ذاكرتي، وتحدثت ايضا عن كيف ازيد من التركيز او كيف التركيز بشكل عام، فالذاكره والتركيز. بهذا الفيديو راح نتحدث عن ثلاث مفاهيم، او خلينا نقول راح نبحث بالتفوق، يكون بحثنا عن التفوق من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه ما هو التفوق أصلاً، شنو هو التفوق، مفهوم التفوق شنو. النقطة الثانية راح يكون كيفية التفوق، الطريقة اللي من خلالها نتفوق. والموضوع الثالث راح يكون يعني أكو أشخاص تساءلوا تساؤلات معينة، راح أناقش تساؤلاتهم بهذا المعنى. نبلش اولا بما هو التفوق. التفوق طبعا يمكن احنا نتفق على نقاط معينة ونختلف على نقاط معينة. انا شخصيا اتفق وياكم عن او اتفق وياكم بالتفوق، انه شنو هو التفوق، وكلنا نتفق على انه ما هو التفوق، ولكن يختلف بطريقة فهمنا للتفوق بهذا المعنى. بما معناته احنا هسه مثل ما قاعد نشوف احنا بالواقع التعليمي عندنا بالعراق، انه التفوق انه تجيب درجات عالية. اوكي، انا اتفق مع هذا الشيء، نجيب درجات عالية. سألت ثلاث اشخاص، مو مهم من هذول الاشخاص، شخص قال انه التفوق انه نجيب درجات عالية، يعني حتى يعني اقول على مثلا بشعبة معينة موجود بها خلينا نقول عدد من الاشخاص، عدد من الطلاب، الطالب اللي يجيب أعلى درجة هو الطالب المتفوق، الطالب اللي يجيب أقل درجة هو عكس التفوق. طيب، هذا شخص هكذا جاوب. الشخص الثاني قال أن التفوق يعني معناته أنه شخص معين يكون عنده قدرات عقلية، ذكاء، استيعاب، قدرة الاستيعاب أعلى، بالنهاية يبرز بين أقرانه، هذا مفهوم التفوق. المفهوم الثالث، الشخص الثالث قال أنه بالإضافة إلى ذني أنه يكون عنده إبداع، هو أيضا قاعد يطمع أنه يبرز وكذا، يكون عنده إبداع بمجال معين، يكون يعني شرد نقول أنه ينضم إلى الأشخاص اللي وصلوا لمرحلة معينة من الفهم والاستيعاب للمجال اللي هم من مجال من مجالات الحياة، لهذا المجال وصلوا لمرحلة معينة من الفهم والاستيعاب والإمكانيات، بحيث أن نقول عليهم دول متفوقين على بعضهم، أي عندهم مرتبة أعلى من بعضهم بهذا المجال. هذه المفاهيم اللي حصلتها من دول الأشخاص الثلاثة. الآن أنا راح أقول رأيي، وطبعا أكيد رأيكم أنتو قدرون تقولوا بالتعليقات. أما ليش أنه هسا أكيد اللي داخل الفيديو يريد كيف أتفوق، ما هو أنا حتى أعرف كيف أتفوق لازم أفهم التفوق شنو هو، فأنا مضطر أنه أبحث ما هو التفوق قبل أن أبحث بشلون أقدر أتفوق بهذا المعنى. طيب، النقطة الأولى الآن رأيي عن الشخصي، مسألة أنه حتى أكون متفوق أنه أنا لازم أجيب درجات عالية شيء لطيف وظريف وحلو، هو فعلا صحيح أنه بالنهاية لازم أنا أجيب درجات عالية حتى أتفوق، ولكن تختلف الطريقة، تختلف الطريقة وتختلف أمور معينة مع مفهوم الأشخاص. الآن إحنا الواقع التعليمي بالعراق، وهاي صراحة أوجه انتقاد، هذا يعتبر انتقاد، هذا البارت أو هذا اللي راح أقوله يعتبر انتقاد. العملية أو نقول طريقة الدراسة بالعراق
بشكل أساسي أنا راح أخذ كمثال حتى ما يكون تعميم لكل شيء بطريقة معينة. راح أخذ السادس علمي. السادس علمي وأتحدث عن السادس علمي بشكل خاص. السادس علمي اللي قاعد يصير عندنا شنو بالضبط؟ اللي قاعد يصير عندنا إنه مجرد دخول الطالب إلى مرحلة السادس علمي، طبعاً هي هذا الشيء نشوفه باقي المراحل، بس إنه قاعد أخذ أني مرحلة السادس بشكل خاص لأنه هي مرحلة يسمع بها العراق كله. فالمهم إنه يدخل إلى السادس حتى يجيب معدل. المعدل راح يحدد له طريقة حياته. حياته شو راح تكون بالمستقبل؟ راح يكون اسمه شنو؟ اسمه طبيب. اسمه يمكن إنه يكون طبيب قبل أن يكون فلان أساساً. يكون مهندس قبل أن يكون فلان. هذا الأمور المجتمعية اللي إحنا عايشيها أساساً موجودة بكل المجتمعات. فبالنهاية إنه مرحلة السادس راح تحدد له حياته، تحدد له مستقبله. فالموضوع كبير أكثر من كون رياضيات وفيزياء وكيمياء وأحياء، أكثر من كون هذا. مسألة تحديد مصير، تحديد حياة. هاي الطريقة الوحيدة حتى أدخل كلية الطب بالعراق، الطريقة الوحيدة لازم أجيب 99. ماكو طريقة ثانية 99 بس. أوكي، بهذا المعنى. فلما يكون الطالب الطب أو طالب السادس، سوري، طالب السادس خال بباله هاي النقطة، فرح رح يستخدم أي وسيلة أي طريقة، ورح يكون مبرر له المجتمع يبرر له إياها. كل شيء حوله رح يبرر له هي الطريقة اللي يستخدمها حتى يصل إلى 99. الآن شنو قصدي؟ طبعا ما قصدي انه هو راح يبوق درجات ما قصدي بهذا الشيء، ولكن كل الفكرة انه طبعا انا تحدثت بالفيديو اللي قبله كان عن التركيز، راح ينزل طبعا بني الفيديو هين سوية التركيز والتفوق. فالفيديو التركيز تحدثت قلت انه انا حتى اقدر اركز لازم يكون جسمي صحيح، يعني من ناحية الغذاء انا تغذيتي صحيحة. فاللي يصير بالسادس انه يغذون الطالب بالمعلومات، ولكن الغذاء مو صحيح. شلون يعني؟ الدايت مال الدايت المعلومات، الدايت يعني الغذاء او الحميه الغذائيه مو صحيحه. بالجسم البشري الحميه الغذائيه الصحيحه لازم يكون بها كربوهيدرات، اللي هي كربوهيدرات هذا الانجليزي هي نفسها العربي. المهم كربوهيدرات، يكون بي بروتين، يكون بي ليبيدز بكميات كافية وبكميات متزنة. أكو جايد لاين يعني 15 بروتين 30 ليبيد و 55% كربوهيدرات، لازم يكون عنده فيتامينز ولازم يكون عنده مينيرالز. أوكي، اللي يجون بالسادس شنو؟ السادس لازم يكون بي مثلا أنه المادة لازم تحفظها، المادة لازم تفهمها، المادة لازم تستوعبها، المادة لازم كذا 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 كذا. بالنهاية توصل لمرحلة أنه أنت تفوقت، تروح تدخل تجيب الدرجة العالية. هاي المفاهيم اللي لازم تكون أبراسنا. اللي يجون بالسادس شنو؟ انت احفظ المادة، راجعها، احفظ راجع. دني دخلت للامتحان، جيب الدرجة عالية، دخلت كلية الطب، صرت طبيب، صرت مشهور، بعدين يا عالم انت راح تكون ناجح ولا لا. طيب، هاي المفهوم، يعني المفهوم الأول اللي أنا أشوفه صح واللي أشوفه هو الصحيح. المفهوم الثاني اللي قاعد يصير، فحتى نقارنها ما بين الدايت الغذاء اللي ناكله بالدايت الصحيح، إنه لازم أكل بروتين، كربوهيدرات، ليبيدز، فيتامينز ومينيرالز، كلهن صحيحات وكل شيء أخذه صحيح. بالمفهوم الثاني إنه لا، أنا راح أكل فقط كربوهيدرات. أكو مسلسل صراحة لطيفة اللي هي The 100، مسلسل صراحة لطيفة أجنبي. هاي المسلسل شنو بالضبط؟ مو مهم هسه هي شنو بالضبط، المهم إنه وصل لمرحلة إنه يريدون ينجون، ماكو أكل، الأكل اللي أو سوري ماكو بروتين، غذائهم مو صحيح، ماكو بروتين ماكو، أكو فقط كربوهيدرات وأكو ليبيد، بروتين ماكو. بدون بروتين ما راح يقدرون يستمر، يعني هاي الدكتورة قالت انه احنا بدون بروتين راح نقدر نعيش لفترة معينة، بعدها راح نموت. بسبب نقص البروتين. فاحنا اللي قاعد يصير عندنا بالسادس قاعد ناكل فقط كربوهيدرات.
يقول لك هسه اوكي انت اكل لمدة هسه مثلا اذا السنة كاملة اكلت بس كربوهيدرات هسه ما تموت عادي، ما تموت، ممكن يمشي الوضع عادي، اوكي ممكن تصير عندك مشاكل صحية بكثير من الامور، ولكن من نهايتها ما راح تموت، مجرد انه هي كربوهيدرات اكلها لمدة سنة، من تتخرج من هاي السنة بعدها ارجع نظامك الصحي الصحيح. يعني بما معناته انت احفظ راجع احفظ راجع احفظ راجع احفظ راجع فقط بالسادس، من تخرج من السادس انت راح يكون عندك دخلت الكلية راح تغير هذا واقع كله. دوز دوم صراحة هاي الدقمة لحد الان صراحة ما عرفت هي وين بالضبط. طيب هذا اللي قاعد يصير، فالطلاب والاساتذة والمدارس الاهلية والحكومية والاهلية بشكل خاص وكل شيء كل شيء بالعراق اوكي يقول لك انه انت اوكي سوي هيش، لانه الطبيه هيش تحتاج، الطبيه هيش تحتاج، المعدل العالي هيش يحتاج، هذا كله مبرر لانه انت راح تجيب معدل عالي. That's it. فيدخل الطالب يجيب معدل 100 يدخل كليه الطب مثلا، بالنهايه شو يصير؟ اكو طالب جاب معدل 99 او 100 دخل كليه الطب بعد السنه الثالثه رسب 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 بعدها ما يقدر يكمل كلية الطب لأنه خلاص ترقن قيده وجايب معدل 100، ليش؟ مهارات ما عنده. المدرسة المفروض تعطيني نقاط معينة، يعني شوف هي عندنا احنا ابتدائية أبلش أدرس، بعدين متوسطة ما بين الابتدائية والإعدادية، الإعدادية يعني إعداد للكلية، الكلية هي اللي أمشي بها بالتخصص اللي أنا أريده. فأنا إذا كانت الابتدائية عندي بها defects، إذا كانت بها defects يعني أخطاء خلينا نقول أو مشاكل بطريقة التدريس، بعدين عندي المتوسطة أيضا نفس المشاكل أو مشاكل أخرى من هذا القبيل، وبالنهاية الإعدادية هم نفس الشيء عندي مشاكل، بالنهاية وصلت للسادس أني دخلت مهارات ما عندي. شنو قصدي بالمهارات؟ الطالب يدخل للجامعة ما عنده قدرة إنه يدرس نفسه بنفسه، متعود دائما اكو لازم استاذ وراسة يفهمه يقوده، هو عمليا الطالب يكون آلة غير قادر على قيادة نفسه غالبا، ما قاعد اقول دائما غالبا، فبالنهاية انه ما رح يقدر يتخذ قراراته بنفسه، رح دائما معتمد على الاستاذ هو يوجه شي يسوي، هو ما يعرف يسوي شي لانه الاستاذ متعامل وياه بالسياسه سبون فيدينج، يعني يعطي، مو اكو هذا المثل الشائع انه انت لا تعطيني السمكه تعطيني السنار اني اصيد، هو يعطي السمكه ياكلها بس يخلصها اعطيني بعد سمكه ثانيه، ما عندي سمكه خلصها اعطيني بعد سمكه ثالثه وهكذا، ولكن اني لو اعلمه واعطي السناره راح يظل يصيد يتعلم الصيد الى نهايه حياته، أعطي السنارة وأعلمه شلون يصيد، مو بس أعطي السنارة، فهو راح يقدر يتغذى، أوكي راح يقدر هو يتغذى ويغذي نفسه، راح يقدر هو يجد يكون عنده فرصة على إنه يجد غذاء بنفسه. نفس الحالة بالدراسة، أني إذا مثلاً إنه دائماً أني أقوده ما يعني ما أهيئ، يعني دائماً أنا أتعامل مع جندي ما أتعامل مع قائد، ما أخلي هذا الجندي يكبر ويصير قائد، لا دائماً جندي، فأعلمه دائماً إنه هو مجرد أني شو أقول لك سوي، أنت ما عندك قدرة واحدة ما تفهم، أنت ما تفهم شلون تتصرف وشلون تدير الأمور، أنا دائماً أديرك وأنا دائماً أسوي لك كذا 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 كذا. هسه تتخرج من السادس وطلع معدل 100 وروح للكلية، الكلية تقول لك إنه هاي الأشياء المفروض تعلمتها بالمدرسة، أنا مو دوري إنه أعلمك إياها. بهذا المعنى شنو اللي صار عندنا؟ كوننا مجموعة من الطلاب، الطلاب أغلبهم صاروا ما يعرفون يدرون أنفسهم، ما يعرفون يدرون دراستهم، عندهم أخطاء كبيرة. يا عالم أن ذول الطلاب ما رح يدخلون كلية الطب أو رح يدخلون أي كلية، أي كلية بشكل عام، أنه رح يفهمون الوضع ويمشون صح ولا ما رح يفهمون الوضع ويفشلون، ولا زين إذا فهموا الوضع رح يفهموه بالشكل الصحيح ولا رح يفهموه أيضا بأخطاء كثيرة يكونون أخطاء بعد أكثر، كيف هذا الشيء؟ طبعا أكيد أكيد أنه إذا كان عملية التعليم
وتعليم بشكل عام كان بي أخطاء معينة، كان بي أخطاء كثيرة كونت لجيل من الطلاب ما عندهم مهارات، مجرد أنه طيل معلومة يحفظها يروح يمتحن بيها يجيب درجة وخلص، ما يعرف شون يبحث عن المعلومة، ما يعرف شون هو يتعرف على الأشياء، ما يعرف هو شون هو بحد ذاته يكون مدرس لنفسه. السلف ستادينج مثلا، أنه الدراسة الذاتية، أنه أنت تدرس أنت تدرس نفسك، هذا الشيء ما عنده فكرة عنه. واجهها سؤال صعب بالرياضيات، ما رح يعرف يحل وحده، رح يروح للمدرس أساسا، ما رح يحل سؤال المدرس ما حالي هي قبل. شلون هيك رح نعيش؟ أحكيكم عن تجربة أنا صراحة عشتها ولحد الآن موجودة براسي وراح تبقى دائما براسي، ويمكن هاي المرة ما أدري الأولى أو الثانية أقولها على هاي القدام ما أعرف صراحة. ولكن اللي صار شنو، طبعا أنا السادس درست سنتين، بالسنة الأولى طبعا يعني كانت أكو مفاهيم ما فاهمها، بالسنة الثانية أكو صار عندي آراء ومفاهيم أكثر. اللي صار شنو، ان مدرس الرياضيات كان مثلا انه اليوم موضوعنا شنو، مبرهنة رول. اول مرة بحياتنا نسمع مبرهنة رول مثلا. مبرهنة رول شنية؟ مثال مبرهنة رول شنية؟ ماكو جواب. مثال، بلشنا بالمثال الحل سؤال عن مبرهنة رول، واحنا مبرهنة رول اساسا ما نعرفها شنية. طيب شنو اللي صار؟ صار انه بمعناته انه قاعد يقول لي انه المنهج خلى لك مبرهنة رول، الكتاب موجود، كتابك موجود بمبرهنة رول، بس مو مهم شنو مبرهنة رول، المهم انه انت تعرف تحل اسئلة مبرهنة رول. بس مبرهنة رول اساسا هي شنية؟ مو مهم، هاي شغلات تافهة يصير متعلمها، مو مهمة، ما تجي بالامتحان، ما راح يسألك بالرياضيات انه عرف لي مبرهنة رول. بهذا المعنى هيك اللي صار، غريب فعليا غريب. فيطلع الطالب سئلان، طبعا صراحة زملائي مع كامل احترامي لهم وكامل التقدير لهم وما لهم ذنب أصلا، افتر بالكلية انه طبعا كلية الطب اكيد المعدلات 99 وكذا، اكيد طلاب متفوقين. المول شنو، فلان المول شنو، فلان المول شنو، فلان المول شنو، فلان المول شنو، ما حد جاوب. الجواب شنو؟ المول هو أم على أم، أم كبيرة على أم الصغيرة، أو أم الصغيرة على أم الكبيرة، الكتلة على الكتلة المولية. بهذا المعنى أي أوكي، هذا القانون الرياضي مالتها، بس هي أساسا شنو المول شنو؟ ما أعرف إيش مدريني كذا، مو مهم. إحنا تخرجنا بعد من السادس، شو ليش دا أفكر بالمول؟ بالنهاية أنا كونت أو خرجت الطلاب لمدة إيش قد يدرسون الكيمياء، ما أعرف صراحة عدد السنوات اللي يدرس فيها الكيمياء داخل المدرسة، ما أعرف، بس إنه لنفرض 6 سنوات من السادس، من الأول متوسط للسادس إعدادي، 6 سنوات تدرس الكيمياء، تدرس الكيمياء بالمناهج العراقية بالمدارس العراقية. يتخرج الطالب تسأله المول شنو، يقول لك ما أعرف. زين، إذا هذا المول مفاهيم البقية، مبرهنة رول شنية ما أعرف، رياضيات شنو أساسا ما أدري، أنا ما أحب الرياضيات. هيك راح تتكون الطلاب اللي راح تتكون هيك، فبالنهاية يتخرجون يدخلون كلية الطب أو أي كلية ثانية. سأنا قاعد أخذ كلية الطب باعتبار أنه هي عود الكلية المتفوقة يعني على ما على المفروض، فبالنهاية أنه راح يتخرجون بهذه الطريقة وما فاهمين هم شنو، مول ما فاهمين، برهنة رول ما فاهمها، كذا ما فاهم، كذا ما فاهم، كذا ما فاهمه، وأنا قاعد أدرسها لسنوات. الدالة سنو دالة f of x يساوي x تربيع بلس 2، شنو معناته؟ شنو معناته؟ دالة هاي شنو معناته؟ ما أعرف، هي غير هاي اللي نسوي لها كذا؟ زين الاشتقاق شنو معناته؟ هي غير f of x prime تساوي 2x بلس مو بلس، هي بس 2x وخلاص؟ مو هي هاي هيجي؟ مو هي هاي؟ أي هي هاي، بس هاي شنو معناتها؟ ما أدري ما أدري، أنا ما قاعد أستهزئ ولا قاعد أتصرف بطريقة مستفزة، لا مو هذا غايتي، بس غايتي إنه إحنا نفهم الواقع شنو هو اللي قاعد يصير، الواقع شنو، شلون قاعد يصير. وأنا صراحة هذا الفيديو أكثر الناس أريدهم يسمعون، ما طلاب السادس وبعدها طلاب الكلية.
لأنه فعليا هم قاعد يعيشون هذا الشيء، قاعد يشوفون هذا الشيء، قاعد يعيشوا ويتعايشون وياه. أوكي بهذا المعنى. فنكمل سالفتنا مع مدرس الرياضيات أو مع الرياضيات، مو مدرس الرياضيات، مع الرياضيات. الرياضيات طبعا يجي انه فهمنا، انه عرفنا شلون نحل تمارين الرياضيات وكذا، عرفنا شلون نحل تمارين مبرهنة رول. طيب مرة سألته قلت له استاذ هي شنو مبرهنة رول؟ قال مبرهنة رول هي كذا وكذا وكذا وهاي هيج نحلها. قلت له دكتور هي استاذ، مو دكتور، استاذ انا اعرف انه هيج نحلها، عرفت هاي اخذت لنا مثالين عرفت، بس انا اريد اعرف هي اساسا شنو معناها، شنو ما اقول مبرهنة رول باكر انا راح اطلع دولة معينة مثلا، راح أكمل دراستي بفلان دولة وراح يسألوني بطريقة أو بأخرى، راح يأخذون وياي لقاء، راح يسألوني هيج نفرض هذا الفرض ويسألون برهنة رول شنو هي. أنا ما فاهم برهنة رول. أوكي أنا متخصص الرياضيات بس أنت درست هذا المناهج مثلا، حبوا يسوون شارد نقول دراسة على المدارس بالعراق وجو يدرسوها وشافوا أن الطلاب السادس المتخرجين طلاب الطب اللي هم المفروض يطلعين بالسادس معدلات 99 وكذا وما يعرفون برهنة رول شنو، منو اللي راح يتحاسب؟ من المفروض الأستاذ هو اللي يتحاسب؟ أستاذ الفلاني أنت عرضت لهم المبرهنة رول شنو؟ فهموا المبرهنة رول شنو معناته؟ أي فهموا ويعرفون يجيهم امتحان الأسئلة بالوزارة يعرفون يجاوبون عليها. هو هذا المفهوم، وهذا مفهوم التفوق، وهذا مفهوم التفوق اللي قاعدين نعيشه. ندخل إحنا للكلية ماخذين نفس النمط ونريد نستمر به وكأنه هو هذا النمط اللي هو هذا الصح، خلاص هو هذا الصح، وهذا النمط اللي احنا لازم نعيش عليه. ندخل الكلية تجيني مادة اسمها الميتابوليزم. الميتابوليزم اقعد اني طبعا الاشياء اللي يصير بالجسم لازم ربط بين، يعني الطب ربط. اوكي يقول لك انه الطب حفظ، اوكي هو بي حفظ وبي فهم، حفظ بدون فهم زيرو، فهم بدون حفظ ممكن يكون زيرو. اوكي ممكن يكون زيرو. فبهذا المعنى فانت لازم تفهم وتحفظ. فاني الميتابوليزم اللي هي الايض مال الجسم شلون قاعد يصير، اني دخلت عندي الكربوهيدرات الجسمي راحت بعدين الى المعده، بعدها صار الامتصاص بالسمول انتستين اللي هي بالامعاء الدقيقه، بعدها راحت بالدم عن طريق، طبعا يصير الامتصاص عن طريق الخلايا الموجوده بجدار الامعاء الدقيقه، بعدها يعني بلا مجدر، المهم هسه بلا معاد دقيقة اللي تبطل معاد دقيقة، بعدها راحت للدم، بعدها كذا لازم أن يكون عندي تواصل سلسلة كاملة. أثر مثلا يأثر على هذا هرمون معين، يأثر على ذاك هرمون معين، يضيف يزيد يقلل إلى آخره. هاي لازم أن يفهمها ومستوعبها. إذا ما عندي المهارات الكافية اللي أخذتها المفروض بالمدرسة يمكن ما رح استوعب هاي الأمور بشكل جيد، هيكون عندي ديفكت، حيكون اني طالب متخرج من المدرسة صار لي ادرس 12 سنة من حياتي، دخلت الجامعة اني ما عندي المهارات الكافية، مو مؤهل حتى ادرس هذا التخصص. هذا التخصص يحتاج لمؤهلات معينة ما موجودة عندي، فيبقى الطالب يعاني. وهي اسباب معاناة الطلاب، هي هاي أسباب معاناة الطلاب، فيقعد الطالب ما يدري شو يسوي. زين لو أكو طريقة أفضل أنني لما أدخل الطالب للكليات أكون أني عادة ومهيئة للكلية، هذا الطالب من درس 12 سنة ما درسهم من فراغ ولا درسهم ولا صار الفراغ، لا هو فعليا معد مهيئ أنه يدخل كلية الطب ويبدع بيها وينتج بيها بشكل كبير. لو أربيه هيجي بدل انه اربيه انه هو مبرهنة رول ما يعرفها، بدل انا اربيه المول ما يعرفها شنو، افضل افضل. بس بهاي الحالة شنو اللي راح يصير؟ بهاي الحالة شوف هي المسألة كالآتي. المسألة انه يجي الطالب مثلا لهاي المدارس الاهلية هو معدله بالخامس 60، أنا حتى أوصل للمستوى اللي طبعا هو ديفكت أساسا بالعملية التعليمية كلها، حتى أوصل لمعدل 99 و100 إيش أسوي؟ خليه يحفظ، أني أسوقه، أني أقوده بشكل كامل، خليه يحفظ، يدخل يجيب 99، دخل كلية الطب،
تكون عندي شنو؟ طبيب ما عنده النجاح الكافي، اوكي، او انه ممكن اوكي دخل بس انه يمكن حتى اساسا ما يكمل بكلية الطب مثلا، او بالكليات الاخرى مو بس كلية الطب. فهذا الديفكت. فاذا كان مفهوم التفوق، مفهوم التفوق هو هذا، ف يعني المفروض يكون ماكو متفوقين اصلا اذا هو هذا مفهوم التفوق. باختصار حتى ما اطول، لانه اكيد هسه بهاي الطريقه طال الفيديو اكثر من اللازم، التفوق بالنسبة لي أنا مفهومي عن التفوق هو مثل ما قلت أنه أخذ بالداية الصحيح، اللي هو أني أفهم الأستوعب أو أخذ فكرة عامة عن الموضوع بالأول. مثلا نأخذها على مبرهنة رول، رح أعرف مبرهنة رول هي بالضبط شنو. طبعا خلك منكم هم سالفة الدكتور هذا الأستاذ، فأنه قاعد يشرح لي بحدود ربع ساعة شنو، يعني سألته شرح لي بحدود ربع ساعة شنو هي مبرهنة رول، يحوم حول الموضوع، ما دخل، ما شفت دخل بالموضوع، ما فهمني، ما استوعبت من عنده، وهاي بأمانة أقولها ما استوعبت من عنده شو معنات مبرهنة رول. انتقلت طبعا، رحت رجعت للبيت، فتحت الكتاب، قرأت مبرهنة رول، فهمت 5 دقائق. طيب ما كان الأستاذ يقدر يقولها مثل ما موجودة بالكتاب ويفهمني إياها؟ هو ممكن أساسا ناسيها، هو يمكن مو بس ناسيها أو وناسيها، وإنما أكيد ما ناسيها، بس إنه شو نريد نقول، إنه ناسي شلون يفهم الطالب، لأنه هو على مدى سنوات أخذ هذا السيستم إنه مجرد يعلمهم شلون يحلون مبرهنة رول، ما علمهم شنو هي مبرهنة رول أساساً. هو ناسي شلون الطريقة اللي يوصل بها الفكرة للطالب بهذا المعنى. فبالنهاية اللي تكون عندي شنو، إنه أنا اعتمدت على نفسي بفهم الرياضيات. أنا أريد أفهم الرياضيات، أنا أحب الرياضيات، أحب الرياضيات، أريد أفهم الرياضيات، ما أريد إنه مجرد هيجي، يعني مجرد هيجي شو ما تسمى، إنه المهم أجيب درجة، ما أقدر أعيش هيجي يعني، صراحة صعب علي أعيش هيجي. فالمهم، فنرجع إلى الموضوع الأساسي، إنه ما هو التفوق. فالتفوق بالمفهوم اللي إحنا قاعد نشوفه إنه تجيب درجة عالية، هذا مفهوم التفوق. قاعد تطلع إيدي، هذا مفهوم التفوق. ولكن المفهوم التفوق المفروض يكون انه اني افهم الموضوع، اوكي، اخذ فكرة عامة عنه، افهمه، استوعبه، استدركه، يصير من منطقياتي. يعني لما اني امشي بالسيارة، معامل الاحتكاك السكوني ومعامل الاحتكاك الحركي، الستاتيك وال ما اعرف نسيت اسمه بالانجليزي. المهم معامل الاحتكاك السكوني اللي هو السيارة تكون ثابتة، يعني مثلا هذه هاي ايديا، هاي منضدة وهاي ايديا، هذا هيجي، هذا معامل الاحتكاك السكوني، هذا هيصير معامل الاحتكاك الحركي. معامل الاحتكاك السكوني اكثر من معامل الاحتكاك الحركي، اوكي. فبالنهاية انه ما حتى ملاحظيها انه بالسيارة من اريد اني اضرب بريك، يفضل انه ما اضرب بريك قوي بحيث السيارة تشحط او تزحف، لأن إذا سحفت يعني معناته أني معامل الاحتكاك السكوني فقدته، بالنهاية ما رح توقف السيارة، رح تظل تسحب بهذا المعنى. لهذا السبب أساسا هسه السيارات الحديثة اللي قاعد نشوفها بيها مانع تزحلق، أن البريك يضرب للدرجة اللي ما يخليها يسحف، أقل بس يوصل للمسألة اللي إن السيارة ممكن تشحط بيها، رح البريك يلزم محدة ويرجع ياخذ دفعات معينة بحيث أنه مانع تزحلق. طلعوها يعني على اليوتيوب، مانع تزحلق بالسيارة شلون قاعد يصير بهذا المعنى. فمن استيعابنا احنا فهمنا اذا انا افهم قوانين الفيزياء بهذا الطريقة، راح اقدر اطبقها على حياتي اليومية وافهمها بحياتي اليومية، راح اصير انا مثقف، انسان واعي، ارتقيت من مسألة انه انا احفظ الى مسألة انه انا فاهم بهذا المعنى بهذه الطريقة. فلدرجة انه انا من اسوق السيارة قوانين الفيزياء كلها اراجعها وانا قاعد اسوق السيارة. هو هذا، هي هاي المسألة اللي يريد احنا نوصل لها، مو المسألة انه انا حافظ اخذتهم بالفيزياء السادس تمتحنت بيهن طلعت معدل 100 انا متفوق. That's it. فهم، حفظ، استيعاب، قدرة. انا زين، هم نقطة، انا شلون اعرف نفسي انه انا وصلت للمسألة اللي انه انا فهمت المادة صحيح؟ ادرسها لنفسي، اوقف، اقعد مثل ما انا قاعد قدام المراية وأقعد أشرح الموضوع، حتى لو كان رياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء، عربي، أدب، حتى الأدب ممكن أن نطبق عليها هاي النظرية نفسها.
مهم تفهم، مهم تستوعب. بهذا المعنى كونت أنا عندي حتى أوصل للمستوى اللي أريده، ففهمتها بهذه الطريقة، استوعبتها بهذه الطريقة، رحت بعدين شنو إلى الامتحان، أكيد أنه طالما أنا فاهم ومستوعب كل شيء وراح امتحن أكيد راح طلع درجة عالية أكيد. باختصار ولآخر مرة، باختصار أنه أنا اللي أريده شنو، اللي أريده أنه أنا أفهم، سوري، أنه أنا أفهم المادة وأستوعبها وأروح أمتحن أطلع درجة عالية، هذا اللي أريده، ما أريد أحفظها وأروح أطلع درجة عالية. فمفهوم التفوق، مفهوم التفوق عندي هو هذا، أن يكون الدايت صحيح، يكون أكون مادة تفكير، ما أريد يتعطل فكري. قاعد يصير عند الطلاب الساس قاعد يتعطل فكرهم، ما يفكر أصلا بس يحفظ، هاي النقطة اللي قاعد فبيروح للكلية ما عنده، ما عنده أساليب مهارات يحل بيها مشاكله الدراسية. هاي المادة مثلا ما تنفهم بهاي الطريقة، جرب الطريقة الثانية حتى تفهمها، جرب طريقة معينة حتى تفهمها، انت اخترع، انت اخترع الطريقة اللي تدرس بيها. انت من توصل هاي المرحلة يعني كونت عالم، ما كونت طالب بس، كونت عالم يقدر يعلم نفسه، يقدر هو شو اللي نقول، هو انتاج مو استهلاك، هو انتاج بحد ذاته. طيب فبهذه الطريقة، بينما اللي قاعد يصير بالسادس لا مختلف تماما، قاعد يصير عندنا مختلف تماما. فإذا كان مفهوم التفوق، انتوا إذا تفهمون التفوق بالطريقة اللي أنا أطلع درجة عالية، فاستمروا على اللي انتوا بيه، هذا الفيديو ما راح ينفعكم أوكي. أما إذا تفهمين الموضوع التفوق أنه أنا لازم أفهم وأستوعب وأطلع الدرجة العالية، أنا طلعت بالرياضية 98 الأخطاء، ليش درجتين راحن؟ لأنه 30 ساعة ما نايم أوكي، يعني كان ديفكت لأنه امتحان برمضان ويوم كله كان متخربط، ف30 ساعة ما نايم، رحت آخر نص ساعة أنه أنا ما أدري أنا قاعد امتحن أصلا لهذا المستوى يعني وصلت وقتها. بس المهم أنه 98 أيضا مقليلة، أنه 98 يعني متفوق، فبالنهاية طلعت 98 وأني دارس بهاي الطريقة عادي. طيب لهنا أنا كونت أذهانكم على ما أعتقد قدرت أطرح الفكرة، أنتوا تقدرون بعد تلخصون منها اللي فهمتوا. فأطرحت فكرة أنه ما هو التفوق أوكي، ما هو التفوق، فأني بالنسبة لي ما مقترن بالدرجة، مقترن بأدائي، مقترن بأثر العلم، أثر الرياضيات على حياتي للمستقبل، حياتي الدراسية وحياتي بشكل عام، أثر الفيزياء على حياتي، على يومي، على دراستي بالمستقبل، هو هذا بالنسبة لي التفوق، وبالنهاية هذا يعطيني درجة عالية بهذا المعنى. طيب هاي فهمناها، ننتقل للبارت الثاني. البارت الثاني كيف أتفوق أوكي، هو هذا البارت الثاني، النقطة الأساسية بي. أول شيء أكو فيديوهين، الفيديو مال الذاكرة والفيديو مال التركيز، ذني رح أعتمد عليهن حتى أتفوق. لازم يكون عندي آفة العلم النسيان، إذا كان عندي ذاكرة قوية وما أنسى وأعرف شلون أحفظ فما رح أنسى، بالنهاية العلم اللي أتعلمه رح يبقى برأسي، هاي أول نقطة. النقطة الثانية، إذا ركزت صح وعرفت شلون أركز، رح أولا أوفر وقت، ثانيا راح أفهم أستوعب بشكل جيد، بالنهاية راح يؤدي بي إلى التفوق. لكن أكو نقطة ثالثة هي مهمة، هذا البارت ما راح يكون طويل، الفيديو راح يكون يعني ما بعد ما راح يكون بيه هواي، يعني أغلب الكلام تكلمته بقى القليل. ليش دا أقولكم هيك إنه كنت تشوفون من وقت الفيديو. طيب النقطة الثالثة هو الدافع، أنت ممكن تقتل، قتل كيلينج، أنت ممكن تقتل، أنا ممكن أقتل، غير ممكن يقتل، غير ممكن يقتل، ليش؟ اللي يفرق الدافع، ليش هذا يقتل؟ أدى دافع، ليش أدى دافع؟ ليش أنت أدك دافع؟ الدافع هو المهم. فدائما هاي حلوة صراحة، شيء بالقانون حلو، إنه الكل ممكن يقتل بس المهم الدافع. أنا ممكن أقتل دفاع عن نفسي، ممكن أقتل دفاع عن وطني، ممكن أقتل دفاع عن إنسان أنا أحبه، ممكن أقتل دفاعا عن بيتي، دفاعا عن أموالي، دفاعا عن أي شيء، أي شيء يعني بالنسبة لي هو مهم.
المجرم ممكن يقتل دفاعا عن يريد مال، يريد فلوس، فيقتل ويسرق. هذا المعنى، كل واحد إلى دافع مالته. فإحنا بالأول حتى نتفوق، أوكي، الذاكرة والتركيز ذني نقاط أستخدمهن، مهارات أستخدمهن، بس بالأول لازم يكون عندي الدافع. الدافع كل إنسان إلى الدافع مالته الخاص، ممكن نتفق على دوافع معينة، ممكن كل واحد يكون إلى دافع الخاص. أنا شخصيا أنظر الدافع الأساسي عندي صراحة إنه أنا قاعد أعيش هاي الحياة مرة واحدة بس، فيها بس هاي المرة، هذا اليوم رح يمر علي بس مرة واحدة، هاي السنة رح تمر علي مرة واحدة، هاي التجربة رح تمر علي مرة واحدة. ممكن طبعا ممكن تكرر، بس إنه قصد شنو اللي يخليني ما أستفاد منها؟ هاي السنة يمكن بعد ما تتعوض، أنا مثلاً رح أعيش خلنا نفرض إنه 70 سنة، كل سنة من ذني السنوات ما رح تتكرر، لأنه بس سبعين، ما رح يتكرر، ما رح يزيدن، أنا بس ذني ملاتي، ذني الإلية. شنو اللي يخليني ما أعيشهن بالمستوى الأعلى اللي أقدر أحققه؟ شنو اللي يخليني؟ أسأل نفس السؤال، شنو اللي يخليني؟ شنو ممكن يكون العائق؟ أسأل نفسك شو ممكن يكون العائق. العائق هو أنه الظروف ما ماشي وياي صح، أنت مشي الظروف، أنت مشيها صح، هي ما رح تمشي صح ولا مرة مشت ويا واحد الظروف صح 100% وخلتها إنسان كامل ومتفوق، ولا مرة. شوف أنت الناس، ولا مرة، دائما الناجحين والمتفوقين هم اللي يواجهون الظروف. هي اللعبة لعبة الظروف، الظروف اللي حولك مو صحيحة، مو زينة، مو تمام، انت تواجهها وتتفوق. That's it. فانه بالنهاية الدافع ممكن يختلف من شخص لشخص. فأنا بالنسبة لي يكون الدافع صراحة هو الاول عندي، انه لما لا غيري. ممكن واحد بالصين اوكي اتفوق، طالما يعني اكو صراحة حكمة لطيفة جدا، يقول انه هذا واحد اسمه الأرقش، يقول يعني هو كاتب، ما راح أفسر أكثر، هو المهم كاتب. شو يقول؟ يقول يا طالب الكمال نعم ما تطلب. يعني يقول له أنت للشخص اللي يطلب الكمال، طبعا ماكو واحد يقدر يوصل الكمال، بس أنه بما معناته أنه اللي يسعى للكمال راح يوصل نقطة ولو قريبة من الكمال، راح يوصل للكمال، بس بما معناته أنه أنت خلي هدفك دائما للنجوم، كي خلي هدفك دائما للنجوم. أنت حتى لو إذا ما وصلت للنجوم راح توصل للقمر. إنه مثلاً أكو نجم معين إحنا نشوفه هنا من الأرض، النجم هذا أساساً هذا النجم مات وراح، راح هذا النجم اللي إحنا قاعد نشوفه راح من يمكن من سنوات، بس بقى بس الضوء ما قاعد يصلنا. هاي نظرية الفيزياء بعد شوفوها. مهم، فبالنهاية أنه أنا خليت هدفي ذاك النجم اللي هو أساساً ما موجود، يعني أساساً هو يعني حتى أوصل لأني هو يكون منتهي أبداً يعني، بس أنا خليت هدفي ذاك النجم اللي هو يبعد مجرات عني، يمكن عن الأرض أوكي مجرات، خليت هدفي ذاك النجم، بس أنا بطريقي للنجم على الأقل وصلت للقمر، والقمر مقلل. يعني قاعد يفسر هذا الكلام، هذا الأرقش قاعد يفسر هذا الكلام، فيقول يا طالب الكمال فنعم ما تطلب. يقول هذا القرش بما معنى كلامه، يقول أنا لو لقيت إنسان يبحث عن الكمال البحث الحثيث، يقول راح أساعده بكل ما أملك. يقول مو لأنه أنا عاطفي وأحب الناس وكذا، بهذا المعنى يعني، هذا معنى اللي أنا فهمته من كلامه. يقول لا، يقول بس وصول إنسان واحد للكمال كفيل بوصول البشرية كلها للكمال. بما معناه تشير يوصل، يقول طالما أنت وصلت للتفوق فغيرك ممكن يوصل، طالما أني وصلت للتفوق فالكل ممكن يوصل. بهذا المعنى الكل عند الإمكانية، بس منهم اللي يستغلها أو منهم اللي لا يرضخ للظروف ويرضخ للحياة اللي هو قاعد يعيشها. هذا الكلام احنا سامعين هواية، انه اقعد حقق حلمك وكافي تحلم، يلا اقعد واستيقظ وحقق الحلم والى اخره، هاي سامعين هواية وصار ممل،
صراحة صار ممل. بس ما خلينا نفكر انه من نقطة اخرى، انه هل مستاهلة انه انا اقضي حياتي مجرد يعني اشتكي من الحياة، انه هاي ظروف صعبة، الظروف ما اقدر، هذا اكثر مني، هذا انا ما اقدر له. انا دخلت الجامعة اللبنانية سنة اولى بالجامعة، يعني نقدر نقول سنة اولى طب، هي سنة تحضيرية للطب، بس هم يعتبرون الطب 7 سنوات، يعني هم اساسا هي مسألة 7 سنوات، اول اربع سنوات بها 3 امتحانات دخول، تنتقل من السنة الاولى للسنة الثانية لازم تمتحن امتحان دخول، اذا قدرت تمتحن وتفوقت راح تدخل كلية الطب، اذا ما قدرت ما راح تدخل. السنة الثانية كذلك، السنة الثالثة كذلك، فهي 3 سنوات كل سنة بها امتحان دخول. انا ما شايف هيك جامعة صراحة كانت صعبة جدا، ما قدرت اتوفق فانتقلت الى غير جامعة. بس انه من دخلت الجامعة اللبنانية بيني وبين نفسي قلت انه ظلوا طلاب لبنانيين اللغة مالتهم صحيحة، عايشين ببلدهم، مستقرين، ظروف مالتهم احسن من ظروفي بهواي، انا غريب جاي من غير بلد اساسا، لا اهلي ولا ناسي ولا عندي احد، انا ما اقدر، انا مو قد هذا الطريق، انا مو قد الطب، انا مو قد، حرفيا هيج قلت. وحتى اكون دقيق جدا بنقل الصورة، كان اكو بيتونة عندنا، يعني الجسم مطل على بيتونة، المهم فمن البيتونة تحت البيتونة هيج سويت، يعني وقفت بالبيتونة قلت انا مو قد هذا الطريق، حرفيا قلت هذا الكلام، قلت انا مو قد هذا الطريق. هسه شغل لنفسي اني قد وودود، وقتها قلت اني مو قد هذا الطريق، مشيت فيه، بعدين شفت لا، انه اني عندي مهارات اعلى من الطلاب اللبنانيين اللي قاعد اشوفهم. اوكي اكو اشخاص اكيد اقوى من عندي، بس انه قصدي انه خلينا نقول اني من المتفوقين، اني قد هذا الطريق، قد وراح احقق او راح ادخل كلية الطب غصبا عن كل الظروف. رحت الجامعة ثانية، امتحنت امتحان الدخول، كانوا اكو طلاب غير هواي كانوا يدرسون بالجامعة اللبنانية ما نجحوا امتحان الدخول مع جامعة بيروت، اني نجحت فيه من اول مرة، والله العظيم ما ابدا ما عديت للامتحان، مجرد هو لانه كنت ادرس بالجامعة اللبنانية فاللغة مالتي صارت قوية، المواد اللي كنت ادرسها بالجامعة اللبنانية هي كانت كافية. فدخلت أنا قبل الامتحان نايم الساعة 3، قاعد الساعة، امتحان هو الساعة 9، أنا قاعد الساعة 8 و لا 7، قاعد الساعة 7 لأنه يعني ما أعرف الطريق ما أدري شقد راح يطول، فقعدت من وقت بعدين هو ما طلعت انتظر هناك. المهم قعدت يعني نايم الساعة 3، قعدت الساعة 7 رحت امتحن، جبت الدرجة اللي أريدها، دخلت كلية الطب، قبلت. كانت أكو بنية وقتها، يعني هاي البنية من المتفوقين بالجامعة اللبنانية، معروفة كل يعرفها، كلية العلوم وينها فلانة ذي تشوياها فلانة قد أسألها، دخلت كلية يعني جامعة بيروت، ما توفقت وما دخلت كلية الطب. أنا دخلت من أول سنة، أول ما قدمت دخلت. فلا تقول أني ما أقدر، فأنت تقدر. وصول إنسان واحد للكمال كفيل بوصول البشرية كلها للكمال، وصول واحد للتفوق، وصول طالب واحد للتفوق كفيل بوصول باقي الطلاب كلهم بهذا المعنى. فالدافع مهم، الدافع مهم. اكو اشخاص يقولون انه انا اريد اتفوق على ماما وبابا، اريد اخلي ماما وبابا فخورين بي. اشخاص يقولون اني اريد اتفوق حتى اخلي، يعني لانه حقي امام الله سبحانه وتعالى انه لازم اتفوق. اكو اشخاص يقولون اتفوق لانه كذا وكذا وكذا، كل واحد له دافع. ولكن هي لما تجي هي الحياة نعيشها مرة واحدة، ايش من نعيشها افضل ما يكون، شنو المانع؟ اختار انت الدافع اللي يعجبك، بس بالنهاية تفوق، تفوق. الدافع مهم، الدافع مهم. عيش مع نفسك، حاسب نفسك، شوف نفسك، تكلم مع نفسك، تكلم مع نفسك، شوف نفسك شنو اللي هي تريده. انت شوف نفسك شنو اللي انت تريده، شنو دافعك، شنو دوافعك، شنو هدفك بالحياة، شو تريد، وين تريد توصل،
هذا الشيء لازم أنت تعرفه، لازم أنت تبحث بينك وبين نفسك حتى تصل للي أنت تريده، حتى تملك الدافع، تملك الدافع وبالنهاية توصل للتفوق، توصل للي أنت تريده. أهم شيء توصل للي أنت تريده، حتى توصل لازم يكون عندك الدافع. كررت كلامي أكثر من مرة لأنه هذا الدافع، الشيء اللي يسموه دافع مهم. النقطة الثالثة، ننتقل للنقطة الثالثة أو البارت الثالث، نكمل البارت الثالث من هذا الفيديو. هذا البارت راح يتحدث عن آراء أشخاص معينين، مو مهم من ما الأشخاص، المهم أن دول آراءهم فادتني وراح تفيدكم. هاي النقطة. النقطة الثانية، تساؤلات معينة راح أجاوب عنها من خلال، لأن تساؤلاتهم منطقية وأساساً هم اثنيناتهم سألوا نفس السؤال مع أنه اثنيناتهم يعرفون بعض. طيب، السؤال هو أنه اللي أنت قاعد تقوله صعب التطبيق، وخصوصاً بكلية الطب، لأنه كلية الطب مواد كثيفة كثيفة كبيرة كبيرة من المواد، شو راح نقدر نسويها هيك؟ تدرون أنه يعني صراحة كثير من الكتب يعني قرأتها، لما كملتها اكتشفت أن هاي الكتب أصغر بكثير من ما هي موجودة، ما تبدو أنه تصغر الكتب لما تكملها، لما تفهمها تصغر، تصير صغيرة. صح تأخذ وقت بالفهم بس تصغر بعدين. الجواب على السؤال أنه الوقت ما يكفي، أنت ممكن مثلا، يعني مثلا أنا السنة الجاية أو خلينا نقول على السنوات السابقة، مثلا دخلت أنه أنا عندي بسمستر واحد عندي 7 مواد، أوكي 7 مواد. المواد الأساسية أبر لم ولور لم وباك ذني كلهن الأناتومي، أوكي الأناتومي. المادة الثانية الإمبريولوجي، الفيزيولوجي، البيوكيمستري إلى آخره، 7 مواد. من شفت عنوان الموديول هو لوكوموتر سيستم، فالشيء الأساسي يعني الأناتومي راح يمثل 60% من المادة، النجاح من 60 يعني 70-60 حسب، اكو تفاصيل معينة مو مهم، بس المهم النجاح ممكن يعني انه انا بهذا الموديول اطلع 60 موديول، قصدي به هو جزء يعني نقدر نقول بهذا السمستر اطلع 60 انجح. شنو اللي سويته اني؟ الاناتومي يعني بالنسبة لي شيء جدا مثير للاهتمام، فاهتميت اول شيء بالاناتومي، اخذت الاناتومي بنظر الاعتبار، اهتميت به، اهتميت به بحيث انه الاناتومي درسته بطريقتي اني بالكامل، بس هو مادة من 7 مواد، بس هو يشكل أيضا 60% من المادة، فمو كمية مو قليلة. جيت المواد الثانية، طبعا يعني أنا صراحة إنه يهمني إنه أفهم المواد، يعني صراحة هذا كلام بصراحة، يهمني إنه مثلا أفهم الأناتومي، أفهم الفيزيولوجي، أفهم البايوكيمستري اللي هن راح يشكلن 80% من المادة، يهمني أفهمها صح على انه ادرس كل المواد وما افهمها بنفس الطريقه، بالطريقه اللي انا قاعد اقول عليها، الطريقه هاي اللي هاي الفيديوهات قاعد تتحدث عنها، فيهمني انه افهمها فهم عميق، على انه يعني يهمني انه المعلومات اللي تكون عندي رصينه واكيده وما انساها، على انه يكون عندي كم هائل من المعلومات بس ممكن انساها. صراحه افضل هاي الطريقه، بس مع ذلك انه جوابي للطلاب اللي يقولون هذا ما ينفع، هذا اللي انت قاعد تقوله ما ينفع مع مواد الطب، لا ينفع، لأنه أنا مثلاً لما ضبطت الأناتومي وضبطت البيوكيمستري وضبطت الفيزيولوجي اللي شكلن أكثر من 80% من المادة، باقي ال4 مواد كميات، يعني شوف هي المسألة شلون، أنه مثلاً بالإبيديميولوجي أنه راح يدخل الأستاذ يعطينا محاضرة أو محاضرتين بكل السمستر، لازم المادة تكون قليلة، ممكن ما أقرأ على تركي تماماً يعني عادي. بعد شنو مثلا عندنا، طبعا الباثولوجي لا لازم يندرس، الباثولوجي لازم يندرس، اكو يعني تكون مثلا الفد مواد معينة تكون هيك يعني كمية قليلة، الهيستولوجي مثلا، الهيستولوجي كان عبارة عن محاضرتين بس عن البون وعن المصل، وممكن انت بس تحضر المحاضرة بس تركز ويا الدكتورة انه كافي، ما يحتاج يعني تدرس كذا، تراجع ايش فد شغلات بسيطة. فالقصد انه اكو مواد
انه انت ممكن تمشي بيهن بسرعه خلاص، انه ما محتاجه هذا التعقيد اللي انا قاعد اعقده بالطرق اللي قاعد اقولها او هاي الطريقه مال هاي الفيديوهات. فممكن انه امشي بيهن السريع، يعني انه مثلا الاستولوجي انه تحدث لي عن المسلز يعني انه الكلام اللي راح يكون عنه مو كثير، كميه قليله من الكلام راح تنفع، يعني الفكره راح توصل بسرعه ما محتاجه تعقيدات. بس مثلا بالنسبه للاناتومي الابر لم، انه يعني صراحه انا اعتقد انه من الصعب دراستها بغير هاي الطريقه، لانه انت مو بس يعني شوف، ما هي المساله انه الابر لم واللور لم، المساله يعني خاضع لكثير من التدقيقات، ويعني شيء مهم. لانه مثلا يعني الاناتومي مش راح يعطيني، الاناتومي راح يعطيني تفصيل كامل لكل هذا الجزء من الجسم اللي هو الابر لم. يجي بعدين دكاتره الكلينيكال يريدون اسوي فيزيكال اكزامينيشن على هذه على الايد مود، يعني مثلا هنا عندي اني اعصاب، لأن الأعصاب لازم أفحصهم إنه شغلات 100% ولا لا، يعني يكونون مو شغلات 100%. فأنا شلون راح أفحصها؟ راح أعتمد على الأناتومي. فمن النهاية أنا الأناتومي بالنسبة لي مادة مهمة. زين بعدين بعد 3 سنوات أنا راح أروح للجراحة. الجراحة إنه يعني إذا ما عندي أناتومي ما عندي جراحة، ما أعرف أشتغل جراحة. فضروري إنه يكون عندي الأناتومي قوي. مثلا أكو مواد معينة إنه البايوكيمستري. البايوكيمستري احنا يعني كطلاب طب انه مو تخصص ندخل بيها عميق، هذا تخصصنا، انه ممكن الامور السطحيه عادي، يعني اساسا ما راح تاخذ وقت هوايه، الامور هاي الاساسيه البيسكس ما راح ياخذن وقت هوايه. فصير انه اني اهتم، يعني اكو مواد تتطلب انه اتعامل وياها بهاي الطريقه بهذا المعنى، يعني مثلا الاناتومي يتطلب اتعامل وياها بهذه الطريقه. بس مثلا مثلا الفيزيولوجي لا، ما راح يتطلب بهذه الطريقه، راح يتطلب طريقه مختلفه، انه طريقه مختلفه. مثلا مثلا بالنسبه للبايوكيمستري ايضا طريقه مختلفه. فهيجي شيء، فهمتوا الفكره؟ فاحنا نسوي كومبرومايزنج، يعني انه يعني بما معناته انه نخلي الموضوع او نخلي نضع الشيء بموضعه بهذا المعنى، راحت كلمه الشيء، راحت، نضع الشيء بموضعه الصحيح بهذا المعنى. فقلت لكم انه انا كان عندي 7 مواد اهتميت بشكل كبير ب3 مواد، وماده اهتميت بها بس مو بشكل كبير، اكو مواد ما درستهن اصلا، ما درست ولا فتحتهن، رحت امتحن طلعت جيد. انه بهذه الطريقة للتفوق، انه حتى يكون نتفوق نوصل الى درجات عالية، انا ممكن اطبق هذا السيستم على كل المواد. صدقني اكو وقت فكرة يعني التابو، او خلينا نقول انه الفكرة الغلط اللي احنا ماخذيها دائما ماكو وقت، لا صدقني اكو وقت، دائما اكو وقت، وهاي ماكو وقت هاي احنا نقنع بيها انفسنا، دائما اكو وقت. انا ما كنت ادرس كل يومين، طيب طالب طب بجامعة بيروت ما كان يدرس كل يومين، طلع جيد، ما كنت أدرس كل يومين. بعد شنو اليوم اللي أدرس بيه؟ يعني إذا أنا أنجزت فحق 5 ساعات، و5 ساعات يمكن ما أكملهم، نادرا ما تكمل عندي 5 ساعات، أكمل من 3 ساعات إلى 5 ساعات، أحيانا ظروف أمور نفسية، يعني كنت أنا ما أعرف وضعي، يعني راح أبقى ذاك البلد ولا راح أرجع للعراق، ولا كان هذا دائما يعني بشتت فكري. فبالنهاية أنه طلعت جيد، أنه كمية عدد ساعات الدراسة لو أريد أحصن راح يكون قليلات مقارنة بالشخص اللي يمكن جاب أقل من عندي. فانه بالنهايه هذا اللي انا قاعد اقوله، يعني انت تخيل انه الفصل اللي تقراه مره واحده بس، خلاص انه بهذه الطريقه تقراه مره واحده، صح انه راح تراجعه 50 مره او 5 مرات او 50 مره 5 مرات، بس انه بالنهايه انت راح تقراه مره واحده. اذا تركته ورجعت له بعد 3 اشهر انه ما راح تنسى، لانه انت فاطمة عدل حافظه زين، ما راح تنسى، هو راح يختصر لك الوقت على اللونج تيرم مو على الشورت تايم. يعني باليوم الواحد مثلا اني الابر لم مش قد راح يحتاج من عندي دراسة حتى اصل انه الابر لم كله كاملة تماما، راح يحتاج من عندي باليوم ساعة، الابر لم باليوم ساعة لمدة طول فترة طول السمستر، نهاية السمستر انت راح تقدر
الأبر لم تكون مكملة بشكل 100% إذا التزمت باليوم صار واحد. أنا أسرع كلام لأنني اعتمدت هذا الشيء أساسا بهذا المعنى. أيضا كان أكو تساؤل ظريف لطيف خفيف، إنسانة معينة أو إنسان معين على ما أعتقد إنسانة تقول أنه طريقتك جيدة وبلا شك أنه هي تنفع بهذا المعنى، وأنا شفت أنه طلابي يطبقوها بس ما تنفع ويا طب، فجاوبت على مسألة أنه ما تنفع ويا طب ورأيي الشخصي. أنا شخصيا راح أضل أتبع هذه الطريقة إلى الأبد. أوكي، بس شو وقت أتبعها؟ أتبعها لمن أريد لمن أشوف أنه المادة اللي عندي مادة جدا مهمة، هاي المادة لازم أنا أعرفها 100%. أكو مواد أنا ما أحبهن، مثلا أي مادة أنا ما حبيتها صراحة، أنه أدى مادة اسمها CBS. CBS هاي مادة هيش يعني مجرد حتى تفهمك شلون تفكر كلينيكال، فانه هي خلال السيشنز انا قريتها، بل ما احتاج اقراها مره ثانيه فما اهتميت بها صراحه، فانه بهذه الطريقه. بس انه مثلا انا لما اتكلم عن طلاب الاعداديه، لا طلاب الاعداديه طلاب السادس انت مطلوب من عندك تدرس كل شيء، مطلوب منك تدرس كل شيء، بس من تروح للطب لا، اكو مواد انت خلال المحاضره انت قريتها، ترجع للبيت يمكنش بس تلاحظ شغلات وخلص انتهى، بس تبقى مسألة انه انت تبقى خليها براسك. يعني انا مرة مثلا طلعت مشى على البحر بلبنان، ما عندي شغلة افكر بيها، كنت انسان فارغ ما عندي شغلة افكر بيها، ففكرت بالأبرلم، ظليت راجع الأبرلم كله من بدايته نهايته، كله راجعته خلال، يعني طبعا مشيت 3 ساعات، حدود 3 ساعات اتمشى، فبثلاث ساعات راجعته دون الحاجة الى وجود اي شيء، اي جهاز، اي كذا الى اخره، بس طبعا انه اكو نقاط معينة كنت مو كلش متأكد منها. رجعت للبيت او من صار عندي وقت، فتحت الايباد وشفت انه هاي فتحت المصدر، فتحت يعني الاشياء اللي استخدمها، ففتحت الجسمه وتأكدت من عندها. بس انه انا وامشي، انا مثلا انا وانظف الغرفة، يعني ممكن اراجع المادة العلمية طالما هي تدور براسي، ممكن اراجع انا وانظف الغرفة، ممكن مثلا انه يعني ممكن انا قاعد مثلا اسوي شغلات انه يعني ممكن اشغل نفسي بها فكريا، اوكي، او سوري ممكن اشغل نفسي فكريا وانا قاعد اسويها، يعني مثلا انظف الغرفه وانا افكر بالابرلم، انه عادي ممكن. فانت تبتدع طرق، انت تلاقي الوقت، انت تلاقي الوقت حتى تمشي بنفس هاي الطريقه. هي مجرد انه الفكره انه تدور المعلومات براسي، فانه هو هذا المطلوب. طيب التساؤل الثاني هماتين، انه هي نفس هاي الانسان اللي علقت، التساؤل الثاني انه يعني انت قالت لي انه طبعا هذا بالفيديو اللي كان عن الذاكرة، قالت انت تحدثت عن الذاكرة وما تحدثت عن التركيز، ويعني الذاكرة والتركيز جزء لا يتجزأ. كل هاي الفيديوهات الثلاثة هسه لي لها نفس الصورة صراحة، الصورة على طرف لقيتها على البوربوينت، فكلهن اللي إلهن نفس الصورة، إنه كلهن يحومن حول نفس الدائرة، كيف أتفوق، كيف أزيد من التركيز، كيف أزيد من الذاكرة. وأكو بعض فيديوهات راح تتحدث عن نفس هذه المواضيع، ولكن خلينا نقول إنه هو فيديوهن على ما أعتقد راح يكون تطبيق عملي، تطبيق عملي. فيديو راح أسويه عن الرياضيات إن شاء الله، الرياضيات أشرح فقط عن الرياضيات، أطبق الفكرة مالتي على الرياضيات بس، وهذا لطلاب السادس. لطلاب الكلية راح أطبق الفكرة مالتي على الميتابوليزم، لأنه طلاب الكلية غير طلاب السادس، وكتاب السادس غير كتاب الميتابوليزم، فاللي راح يشوف طبعا المفروض هم المفروض يشوفون الكتابين، كتاب الرياضيات راح يعطيهم فكرة، كتاب الميتابوليزم راح يعطيهم فكرة ثانية مختلفة، بس هو أساسا دراسة الطب، يعني دراسة الكلية غير دراسة الإعدادية. فبالنهاية انه طلاب السادس ما راح يحتاجون مسألة الميتابوليزم، بس طلاب الطب راح يحتاجون الرياضيات يعني. طيب هاي نقطة. النقطة الأخرى أيضا انه مسألة انه يعني أرجع أكد على مسألة انه الذاكرة والتركيز جزءان لا يتجزأان،
فعليا كلامك جدا صحيح، اكيد جزءان لا يتجزأان. ما هي اساسا يعني اذا ما مركز ما راح اقدر ادخل المعلومات الراسي، واذا ما دخلت المعلومات الراسي يعني معناتها ما حفظتها زين، شلون اتذكرها واني ما حافظها اصلا؟ لان كلامك جدا صحيح رجعت كده تعمل. طيب لهنا أنا انتهى عندي الفيديو، واسف على الاطالة. موجود أنا موجود على التليجرام، موجود على الانستغرام، موجود على الفيسبوك، أوكي موجود بكل مكان، موجود باليوتيوب أيضا. تكتب لي أي تعليق أنا أرد عليه، بس أكو تعليقات أحيانا، وهذا ما أعرف يعني ما أعرف صراحة شنو المشكلة، إنه أكو تعليقات إنه تطلع عندي مثلا بالإشعارات إنه أكو تعليق، فمن أريد أدخل عليه أرد ما قاعد أقدر أرد. يعني هاي صارت عندي الحالة مرتين، ما أعرف شنو السبب. فاللي احيانا مثلا يشوف انني ما ارد على تعليقه خلي راسلني عن طريق التليجرام. اما التليجرام وين؟ فتلقاه اكو رابط اسفل الديسكربشن، راح تلقى لي قناه التليجرام، قناه التليجرام بالديسكربشن مالتها راح تلقى المعرف مالتي بهذا المعنى. فانتهى عندي هذا الفيديو، اتمنى لكم التوفيق والتفوق يا رب، وان شاء الله نلتقي في فيديو اخر.